السلام عليكم، معكم احمد عارف. طبعا في هذا المقطع في الريفت بحاول اني اشرح لكم كيف نقدر هو بيكون تقريبا تابع للي هو الحلقه السابقه اللي تكلمت عنها عن الانتيريور وولز. هذا بيكون بس ان احنا بنحاول نسوي سلات وول اللي مثلا نسوي يسموه عواد خشبيه او وات ايفر، بس بيكون انترستنج بحيث ان احنا نقدر نعيده اكثر من مره. يعني مثلا خلاص سوينا بيكون عندنا جاهز على طول، نقدر مره ثانيه نبي نكرر مره ثانيه وثالثه ورابعه. وبيكون عباره عن كارتن وول بنلعب فيه، بنحاول نطلع معنا هذا الوول، وان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا. طبعا الحين ما بدينا، بس خلينا ليت جامب تو ذا ريفت، ليتس جو. نفتح الريفت، طبعا بفتح نفس المشروع، بحاول اني الحين اضيف وول، اروح مثلا على البيسمنت لان انا شغال على البيسمنت، نضغط على وول، نضيف اي وول مثلا يعني، بس انا عشان اوريكم مثال عليه كيف نسوي هذا الوول. دقيقة بس خلنا نخلي فينيش. حلو، واحد 3D. الحين بنحاول نسوي على هذا الوول، انا مخلي مثلا 3 متر، 3000. حلو، بحاول اسوي على جزء من هذا الوول اللي الالواح الخشبيه اللي هي العمدان هذه الصغيره، يسموها بالانجليزي سلات وولز. خلينا الحين نروح على البيسمنت، ونروح على الوول، نضغط على الوول، ننزل تحت، نروح على الكارتن وول، هذا الستير فرونت اللي فيه الومنيوم، مع انه ترى مرات ما يظهر معك الالومنيوم، على العموم نضغط عليه. نجي هنا نشوف ما ظهر معي الالومنيوم، لان في بعض السيت اب في الريفت ما يظهر معك الالومنيوم الا اذا ظهرته. الحين مثلا بنخلي الوول من هنا لهنا. اوكي، بنروح على 3D نشوف كيف ظهر معانا. خلنا مثلا ننزله شوي. طيب، طبعا احنا حاليا بنخليه الواح خشبيه، ما عليكم من الاكزاز، بس ان هذا هو اللي بيكون البلاتفورم حق الشغل اللي هو الكارتن وول. حلو، الحين بنضغط على الاديت، نضغط على الوول، نضغط على الاديت. اول شيء نسوي له دبليكيت عشان ما نخرب الوول الاساسي. مثلا نكتب وودن ولا سلات وول. حلو، اوكي غيرنا اسمه. اول شيء نسميه، نخليه مثلا الفانكشن اللي الوظيفه انتيرير. حلو، كارتن بانل مكتوب، بانل هنا مكتوب نون، نحاول نخليها امتي. ننزل تحت، طبعا احنا الموضوع كله بيكون لعب بالاعدادات هنا. ننزل على امتي. حلو، نروح عند طبعا الهوريزونتال اللي هو الافقي، احنا ما نبي، احنا نبي بس الواح عموديه، خليه نون. نروح عند الفيرتيكال، الفيرتيكال هنا نحاول نخليه 30 ملي. نفس الشيء 30 ملي، هنا نفس الشيء 30 ملي. حلو، نطلع فوق، نحاول هنا مثلا أول شيء نخلي الماكسيموم سبيس نخليها فيكست ديستانس، وهنا نخليه مثلا 60 ملي، بحيث انه كل 60 ملي يجي معك 30 ملي، فالفراغ بيكون صغير اللي هو 30 ملي اللي هي عرض الخشب. سوي اوكي، شوفوا كيف بيظهر معنا. على العموم الكارتن وول مرات يعني حتى لو انت تطلب منه شيء ما يسويه، فحتى لو انت تسوي شيء ويطلع عندك غلط عادي عيد بيظهر معك صح. ديليت انسنس، شوفوا كيف ظهر معانا بسهولة. بس الحين الباقي مثلا نفس ما قلت لكم، طبعا هذا المفروض الحين يكون، هذا القزاز المفروض يكون void. بما انه ما ظهر معانا void، حلو يعني في مشكلة. حلو، خلنا نروح مثلا على الاديت. قبل نروح على الاديت خلنا مثلا نسوي سيلكت على الوول كامل. حلو، نروح على الاديت. ها حلو، هنا مكتوب كارتن وول، كارتن وول امتي، المفروض يكون
نفس هذا سيستم بانل امتي حلو، بس مرات او غالبا ما يكون عندك موجود هو في الريفت. فاحنا الحين خلينا نسويها على السريع، نضغط فايل، نروح على فاميلي نيو فاميلي، تروح على الدقيقة الحين بعطيكم الاسم، هذا هو ماتريك كارتن وول بانل. حلو، تضغط اوبن، يفتح لك صفحة جديدة في الريفت. حلو، الحين بس تسميه وتحط لانه هو امتي حاليا، يعني احنا نبي يكون فاضي ما في ولا شيء. خلنا على طول، بس انا بدون ما اسوي سيف بسوي لود للبروجكت. اوكي، احنا سوينا لود للبروجكت بس للحين ظاهر معانا. كيف نسوي؟ نضغط على الوول نفسه، خلنا نروح على 3D عشان يكون اوضح، نسوي سيلكت على الوول، نروح على edit file edit type، بعدين ننزل تحت. الحين لو تلاحظوا انا توني سويت نزلت فاميلي، المفروض يكون اسم الفاميلي هذا فاميلي 3، طبعا انا لاني سويت 1 2 هذا فاميلي 3 لان ما في ولا فاميلي. لو تلاحظوا انا توني سويت دخلته، ف تدخل لو تسميها تسوي سيف از وتدخلها على المشروع بتحصل الاسم موجود. مثلا انا ما سميتها فطلعت لي فاميلي 3. حلو، الحين بسوي اوكي، المفروض انه يكون اختفى معانا. حلو، اختفى معنا الوال اللي هو الانجليز، صار امتي امتي يعني. فلو تلاحظ الحين كيف صار، بس المشكله الحين باقي عندنا الماتيريال. كيف نغير الماتيريال؟ تنزل تحت، لو تلاحظ هنا مثلا عندك تنزل تحت في فاميليز. حلو، هذا الفاميلي تضغط عليها، تنزل تحت على الفاميلي، بتروح عند الكارتن وول، عند الكارتن سيستم، بعدين تنزل عند الكارتن وول ميلينيوم اللي هو الميلينيوم هذا، تضغط على الكارتن وول ميلينيوم، تنزل تحت ريكتانجل. هذا نحاول نحدد التايب اللي احنا اخترناه اللي هو ريكتانجلر موليون 30 مليمتر. احنا نضغط عليه مرتين بتظهر معانا هذا الويندو، نسوي دبليكيت مثلا نسميه وود او 30 mm وود مثلا. اوكي، صار معانا دبليكيت. وعشان المسافة اللي موجودة هناك بين يعني لو تلاحظوا هنا المسافة بين الميلينيوم والجدار صفر، فداخل في النص. احنا هنا نقدر مثلا نكتب عشرة 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 ملي الأوفست. حلو، هنا الألمنيوم نحاول نغيره نخليه وود، أي وود مثلا وود، أي وود مش مشكلة طبعا. حلو، الحين نسوي اوكي، ما بتغير معانا لان انا سويت دبليكيت للماتيريال نفسه. فنضغط عليه الحين نسوي اديت، ننزل تحت نغير هذا الماتيريال، نغير الريكتانجل ميليوم لين اللي هو سميناه وود، نفس الاسم بس نهايته وود. طبعا انا سويته قبل لا اغير الماتيريال بس عشان اشرح لكم كيف تقدروا تسوون. الحين اوكي، شوفوا حتى المساحة اللي كانت انا زيت 10 ملي كان هذا داخل فطلع معي. بس والله طلع، هذه اسرع طريقة تسوي فيها هذا الوول. الشيء الانترستنج في الموضوع ان انت خلاص ما يحتاج تغير الاعدادات كل شوي، بس تروح عند الوول الحين تنزل تحت تحصل اسمه موجود سلات وول اللي احنا تونا مسوينا، يكون بنفس الاعدادات وجاهز. شوف كيف، خلاص ما يحتاج انك تعدل عليه ولا شيء. عشان كذا انا حاولت اني حتى في الميلينيوم اني اسوي مثلا دبليكيت ماتيريال عشان ما يلعب معي في اللي هو الميلينيوم الاصلي اللي هو الميلينيوم. يعني صار معانا انتيرير وول. وبس والله كان هذا مقطع اليوم، والقادم افضل.